بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وعلى آله وسلم. منصور أبو سريلانكا. أتكلم عن توحيد المسلمين ووحدته. إن الله تعالى يقول عن هذا أن الوحدة الثاني من الإسلام. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم يقول بعد ذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. إذن إن الله تعالى يقول أن المسلم لا يموت إلا وهو مسلم. ثم يقول إنه يعتصم بحبل الله، إن المسلم يعتصم بحبل الله. إن ذلك المسلمين يعتصمون بحبل الله، هذا هو الركن الثاني. هذه هي القوة الأولى للمسلمين. عندما يتفرق المسلم، وإن كان مسلما أو مؤمنا أو متقيا، عندما يتفرق يضعف ويتقاتل ويضعف أمام الأعداء. ثم إن المسلمين أن تفرقوا عند الصفين وعند حروب الجمل، عند حرب الجمل تفرقوا إلى الآن على مختلف الأصعدة، يعني على المذاهب، مذاهب الفقهية، وعلى المذاهب إن المسلمين هم أفقر الناس في إدارة الاختلافات. هذه هي المشكلة الأولى في هذا الزمن. كذلك المسلم يتقاتل مع مسلم الشيعة، وكذلك على حسب اللغة وعلى حسب كذلك يتقاتل المسلمون. ولكن بعد الصحوة الإسلامية، الآن بعد الصحوة الإسلامية، شيئا فشيئا يتوحد المسلم. نحن نرى الصحوة الإسلامية عمت البلد المسلمين، البلاد المسلمة، وكذلك البلاد الأقليات المسلمة. وعند ذلك المسلم شيئا فشيئا يستطيع أن يفهم، بدأ أن يفهم كيف يدير الاختلافات. هناك اختلافات يمكن أن يتسامح فيه المسلمون، ثم هناك اختلافات يمكن أن يجلسوا ويتحاوروا ويجيئوا إلى حلول مناسبة. هناك أمور في العقيدة يمكن أن يختلف عليها المسلمون، نقول ذلك فروع العقائد يمكن أن يختلف فيه، مثلا الشيعة والسنة، وكذلك الأشاعرة والسلفية، وكذلك الأمور الفقهية أو الأحكام الفقهية، كذلك يمكن أن يختلف ويتسامح المسلمون كثيرا. وعندما يعرف المسلم الاختلافات على حقيقتها، عند ذلك يتوحد، ولا يمكن أن يمحي الاختلافات، أن تمحي المختلفات كلها بذلك. وبذلك يمكن أن ندير الاختلافات على وجه صحيح، وعند ذلك يتمكن المسلم أن يتوحد مع المسلمين الآخرين كذلك. هذا هو المشكلة الأولى للمسلمين في العالم الإسلامي وفي غير العالم الإسلامي، عند الأقليات كذلك. إن شاء الله عندما تعم هذه الصحوة، وعندما يزيل المسلمون الفكر، يعني يصلح المسلمون الفكر، عند ذلك يتوحد المسلمون. المشكلة هي أزمة الفكر. عندما تزول هذه الأزمة يمكن أن يتوحد المسلمون ويقوموا بقوة أن هذا البلد. السلام عليكم ورحمة الله.